مجموعة إسلامنا معا لسعادة الدنيا والآخرة. لبيك قد لبيت لا لبيك إن الحمد لا إذا أنا ما عدلا. رحمة الله عز وجل ولطفه أن جعل مواسم الخيرات تتنوع وتتعدد، تتنوع من جهة جنسها وتتعدد أيضا من جهة حجمها وتكرارها، وكذلك أيضا تتنوع من جهة زمانها. نعم. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده. ومن هذه الأيام الفضائل التي ما تم الإشارة إليه وهي عشر ذي الحجة، وقد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في مواضع عديدة. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. انتبه أيها الحبيب اللبيب، الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة التي ستهل علينا قريبا بإذن الله تبارك وتعالى، فانتبه لهذه الأيام ولا تضيعها. مليك كل من مالا لبيك قد لبيت لا لبيك إن الحمد لله يا مخطئا. بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلها، فقال فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وكذلك أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر كما في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام أعظم وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فأكثر فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يتوخى الصدقات في هذه الأيام، صلة الرحم، زيارة من يحب، الإحسان للفقراء واليتامى والمساكين، مواساة الناس، إغاثة الملهوف، كثرة ذكر الله، وهذا من أعظم الأشياء. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، يا معشر الإخوة والأخوات، أيها الأحباب، أقسم الله بها في قوله: والفجر وليال عشر إنها عشر ذي الحجة، وأطلق على الأيام ليالي، واللغة واسعة، تطلق الأيام ويراد بها الليالي تارة، وتطلق الليالي ويراد بها الأيام تارة. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. رجع عن عبد الله بن عباس وكذلك ابن زبير ومجاهد بن جابر أن المراد بذلك عشر ذي الحجة، فالله سبحانه وتعالى أقسم بها. وهذا الإقسام من الله سبحانه وتعالى إقسام بأيام فاضلة، شبيه بالإقسام بليلة القدر. فتحرص على الخير فيها ما لا يكون في غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما من أيام من عمل الصالح فيهن أحب إلى الله، أشعر الأمة بأنها مقصودة بالذكر والطاعة ومحبة الله ومرضاته، فيحرص على الذكر فيها والطاعة في الليل والنهار، والفضل فيها شامل الليل والنهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام، واليوم يشمل الليل والنهار. والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك لبيك. فالسعيد من اغتنم وعلى الله أقبل، والواجب الذي عليه علم ولزم طاعة مولاه، فعسى أن تصيبه نفحة يسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار ومن غضب الجبار، ويرزق فيها الفوز بالجنة دار القرار. لبيك قد لبيت لا. ومما يستحب في ذلك التكبير، والتكبير في هذا ما كان مطلقا ويبتدئ من غروب الشمس من آخر الشهر وبداية الحجة، فيبدأ الإنسان بالتكبير، فيبدأ الإنسان بذلك. ومن العلماء من يقول أنه يبدأ من الفجر، من فجر اليوم الأول من عشر ذي الحجة، وكان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يكبرون ويخرجون إلى الأسواق ويكبرون. وكان السلف والصحابة رضوان الله عليهم يستكثرون من التكبير، وكان ابن عمر رضي الله عنه يدخل سوق الغفلة، سوق الغفلة أهل الدنيا وهم في تجارتهم وبيعهم وشرائهم، فيكبر
حتى إن السوق يرتج من تكبيره لأنه يذكرهم فيكبرون بعد تكبيره رضي الله عنه وأرضاه. وكان عمر رضي الله تعالى عنه في منى يأتي إلى منى مبكرا خلال أيام العشر للحج، فيأتي إليها ويجلس في خيمته، يعني يعتمر عمرة التمتع ويجلس ينتظر بداية الحج. فكان في خيمته رضي الله تعالى عنه في منى، وكان وهو في خيمته يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فكان يكثر من التكبير فيسمعه الذين في خارج الخيمة فيكبرون، ثم يسمعه الذين وراءهم فيكبرون حتى ترتج من التكبير. ما من أيام من عمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، على أنه قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يدع صيامها. كان صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويحرص على صيام هذه الأيام الكريمة المباركة، فالصيام من صالح الأعمال، بمعنى أن العمل في هذه العشر، الصلاة فيها، قراءة القرآن، الصوم، النافلة، وكذلك لو قضى الإنسان ما عليه من صيام رمضان إن كان عليه قضاء، الصدقة فيها، صلة الرحم، بر الوالدين، الأعمال الصالحة عموما في هذه العشر لها فضل. ومن هنا قال بعض العلماء 10 من ذي الحجة أفضل من 10 الأواخر في رمضان، وهذا صحيح أن 10 من ذي الحجة أفضل من 10 الأواخر من رمضان إلا في ليلة القدر، وهذا خصوص والخاص لا يعارض العام، فعموم الليل والنهار شامل في 10 من ذي الحجة، يشمل الليل والنهار. Dab 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 d